يعني بوتين في أكتوبر المقبل سيكمل 70 من عمره، هل تعتقد بأنه بوتين سيتراجع عن هذه الخطوات التي اتخذها في أوكرانيا وتلك التهديدات أيضا لدول أوروبية أخرى، أم أنه سيواصل مسيرته في خضم هذه الصراعات بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ومعها قطعا الاتحاد الأوروبي؟ تراجع بوتين عن قراره هو انهزام وانكسار، وبالتالي سيكون من القادة المنهزمين، لذلك ولن يسمح لتاريخه ولن يسمح لما بناه في روسيا من تطور ومن حضور جديد ومن اقتلاعها من خلال تدخلات لمخابرات وأجهزة الدول داخل روسيا، ولن يسمح لنفسه بهذا الانهزام بالمطلق. بوتين سيسمح لنفسه بأنه يذهب باتجاه إكمال مشروع الحرب، وهذا